ينصح مريض السكري بالأخص بتناول وجبة السحور متأخرة، يعني قبل صلاة الفجر، حتى تعينه على استمراره في الصيام خلال فترة النهار. معظم مرضى السكري يستطيعوا الحقيقة الصيام إذا نسق مع طبيبه وتم تعديل الجرعة. الشيء المهم جدا أنه إذا حصل انخفاض في السكر حتى لو كان وقت الإفطار قريب، فيجب على المريض الإفطار، لأنه في خطورة كبيرة. يعني بعض الأحيان يصير ينخفض السكر قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، والمريض يقول حنتظر الأذان، لكن هذا فيها خطورة عليه، لأنه قد يصاب بتشنج، قد يصاب بإغماء، قد يكون له عواقب كبيرة. فيجب أن يكون لدى مريض السكر استعداد للإفطار أي وقت يكون عنده انخفاض حقيقي في السكر.